وقع العقود خلاص وهيروح الدوري السعودي. مفاجأة مثيرة بيكشفها أحمد حسام ميدو عن محمد صلاح وكواليس رحيله من ليفربول. مش هتصدق هيروح فين. مفاجأة من العيار التقيل كشفها نجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو عن انتقال صلاح للدوري السعودي. ده مش بس كده، لكن كمان أنه وقع العقود خلاص وميدو كتب تغريدة قال فيها صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم، تم توقيع العقود. لكن ما كشفش عن النادي اللي هينتقل ليه فخر العرب. صلاح كان على أعتاب الانتقال لنادي الاتحاد السعودي في الموسم اللي فات، وخلاص كان في وفد رسمي راح لنادي ليفربول علشان ينهي إجراءات انتقال صلاح. لكن المفاجأة كانت في رفض النادي الإنجليزي التفريط في فخر العرب، وده بسبب تمسك يورجن كلوب بصلاح. ده غير كمان إن الليفر كان عاوز يبيع صلاح بسعر أعلى، لكن صلاح ما كانش عنده مانع في الانتقال للسعودية، خصوصا إن الموسم اللي فات كان موسم صفري للريدز، ما قدرش يحقق الفريق فيه أي بطولة، وكمان ما قدرش إنه يشارك في نسخة دوري الأبطال، ووصل للمرتبة 11 في الدوري. كل ده قاد صلاح للتفكير في الرحيل ونهاية رحلته مع ليفربول. بحسب المصادر قالت إن النادي الأقرب لضم صلاح في السعودية هو اتحاد جدة، وإن المرة دي مختلفة عن الموسم اللي فات، سواء في المقابل المادي واللي بيوصل لضعف المبلغ اللي عرضه اتحاد جدة على صلاح وليفربول في المفاوضات الأولى، وكمان بسبب رحيل كلوب نهاية الموسم زي ما أعلن الفترة اللي فاتت. لكن المصادر قالت إن الإعلان عن وجهة صلاح مش هيكون في الأيام دي، ومع نهاية الموسم هيكون الإعلان الرسمي عن رحيل فخر العرب لواحد من الأندية السعودية. ده غير كمان إن في صفقة تانية بتحضر لها المملكة، وهي ضم دي براين نجم المان سيتي في الانتقالات اللي جاية. ضم صلاح للدوري السعودي مفاجأة كبيرة للجماهير اللي كانت بتطلبوا إنه يأجل شوية من القرار، خصوصا إن رحيله للدوري السعودي هيكون بمثابة نهاية رحلة فخر العرب في أوروبا، والحلم اللي عاشه الجماهير مع صلاح طول الفترة اللي فاتت خلاص انتهى. ده غير كمان إن في عدد تاني من الأندية عاوز صلاح زي باريس، وكان الأفضل إنه يكون في واحد من الأندية الأوروبية لتحقيق حلم الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم، اللي فضل يسعى ورا صلاح طول رحلة الاحتراف وبعض الإنجازات الكبيرة اللي قدر يحققها. بعد منشور ميدو والكلام عن توقيع العقود بشكل رسمي بين صلاح وبين واحد من الأندية السعودية، رسائل كتير اتوجهت لصلاح من الجماهير. البعض شايف إن الخطوة دي غير موفقة، كان يتمنى استمرار صلاح في الليفر، والبعض شايف إن الخطوة دي في وقتها، خصوصا إن صلاح قدم كل حاجة مع الليفر ويقدر ينتقل للسعودية لتحقيق مكاسب مادية في نهاية رحلته مع كرة القدم. لكن يا ترى هل فعلا تتم الصفقة وينتقل صلاح للمملكة العربية السعودية في مفاجأة مدوية؟ خلونا نشوف.